تابعوا معنا سلسلة بعنوان ما لم تعلمنا إياه كتب المدارس. سلسلة تعليمية تربوية تاريخية عن الصحابة والسلف الصالح. وقصص نسمعها بغير ما علمتنا إياه كتب المدارس. صحابي لم تحرقه النار كإبراهيم الخليل. نهاية ظالم طاغية أكله الدود وهو حي. ملوك وسلاطين كانوا عادلين ودافعوا عن الإسلام والمسلمين. معارك مفصلية في تاريخ العرب والمسلمين وغيرها من الأحداث والقصص والروايات. الظلم ظلمات، فاتقوا رب العباد واعتبروا من قصة الحجاج. يا أمير المؤمنين، أنا انزل يدك يا حجاج. ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة. يا مولاي، إني للعراق وعني قاهر الفساق ومطفئ نار النفاق. ميتة يحفها دعوات 120,000 ضحية و50 مسجون وعدد كبير من النساء. وآفة الكفر والتوبة. لست لهذا يا حجاج، فانزل يدك. من للعراق؟ مات الحجاج بن يوسف ميتة لم يمتها أحد. ميتة يحفها دعوات 120,000 ضحية. جوال في الفتن، مرة مع علي ومرة مع ابن الزبير، والذي نفسي بيده لأستأصلنك كما تستأصل الطمغة، ولا أجردنك كما يجرد الضب، ولا أقتلنك شر قتلى. مات الحجاج بأن سلط الله عليه دودا في بطنه واسمه مرض التدويد. يعرفه جيدا علماء الحيوان والطب البيطري، وهو عبارة عن يرقات ديدان أنواع من الذباب تنخر في أحشاء الكائن الحي. قوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث. والله لأستأصلنك كما تستأصل الشاه. فقال أنس: إياي، يعني الأمير أصلحه الله؟ فقال: إياك، أعني سك الله سمعك. فقال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء الطبيب فربط قطعة لحم في خيط وأدخلها في جوف الحجاج، ثم استخرجها بعد ساعة فوجدها مليئة بالديدان. إنك يا حجاج ظلوم غشوم حقود كذوب حسود لدود. جعلت هذه الديدان جوف الحجاج نارا متقدة،
فسحبت الطاقة من جسمه، فبدأ يشعر بالبرد القارس، فعذبه الله بالنار في جوفه والزمهرير وهي شدة البرد في جلده، حتى أنهم كانوا يوقدون له النيران المتقدة ليدفئ فيحترق جلده. سبحان الله، أتى الله له بالنار في الدنيا بعذابيها، النار المتقدة والزمهرير، فجعلهما عذابا لأمير الطغاة ليجعله الله عبرة للعباد. ظل الحجاج في هذا العذاب 15 يوما، حتى قبضه الله إليه. مات الحجاج الذي قتل من الصحابة والتابعين، مات الظالم بعد أن تحقق فيه دعوة سيدنا التابعي، بعد أن تحقق فيه دعوة سيدنا التابعي الجليل سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فلم يقتل أحدا بعد سعيد، وكان يصحو في أواخر أيامه مفزوعا يقول: ما لي وسعيد بن جبير؟ هذا سعيد بن جبير يمسك بعنقي يقول: فيما قتلتني يا ظالم؟ دفن الحجاج في المدينة التي أنشأها واسط، التي تتوسط الكوفة والبصرة. تم إخفاء قبره حتى لا ينبشه أهالي المظلومين. يا للمرارة الظالم، يا لمرارة الظلم، يخشون على الظالم من ضحاياه حتى بعد موته. وسجد لهلاكه علماء الأمة، ومنهم الإمام سيدنا الحسن البصري. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.